وانا بديت بهذا الشيء انه انا وصديقاتي اثنين نبدي انه مشروع هاند ميد واكسسوار شغل ايد، ونبدي انه اشتغلنا بيه وبدينا انه نبيع وهيك يعني ارباح عن طريق انه شغلات تتعلمها انت، اذا كرسم اذا كلوحات صغيره او مصغرات او كمشاريع هوايه اكو عن طريق المهرجان. انت بس تدخل راح تشوف انه اكو هوايه مجالات قدامك، راح انت تشوف شنو اللي نفسك تميل الى شنو الشيء اللي حيعجبك يعني. مهرجان بغداد دار السلام ساعد هواي الشباب حتى يكتشفون طريقهم وراء المهرجان ويكتشفوا مواهبهم عن طريقه. عندك مثلا فرقه بروجكت اللي هي طلعت من المهرجان، اللي هم مجموعه من الشباب كونوا فرقه وقدرت هاي الفرقه تثبت نفسها وشاركت في اعلان شركه زين السائليه. ايضا تارا صلاح مونيكا اللي هي كانت تشارك بالمهرجان مجرد انه تصعد طفله تغني اغاني عراقيه، بعدين قدرت توصل عن طريق الى برنامج ذا فويس وشاركت فيه.